شكرا سيد النائب، شكرا على هذا السؤال. بغيت نشير الى انه على صعيد المدن تقوم المجالس الترابيه بتطوير خدمات النقل الجماعي للاشخاص تحت اشراف وزاره الداخليه كحل للتصدي لظاهره النقل السري، كما ان الوزاره على استعداد لمواكبه الجماعه الترابيه من اجل ممارسه اختصاصاتها الذاتيه في مجال النقل، وهو الحل الذي اختارته بلادنا لتحسين منظومه النقل على مستوى الجهات والاقاليم والجماعات. وتواصل الوزارة دعم النقل المزدوج بالعالم القروي من خلال معالجة الطلبات الواردة عليها وبرنامج تجديد الحظيرة ومجانية تكوين السائقين المهنيين، كما وجب مواصلة المراقبة على الطرق من طرف مختلف الأجهزة المختصة للتصدي لظاهرة النقل السري. وشكرا.